هو الطبيعة والمنطقة، لو سألت أي مدير فني في العالم لو لعيب من عندك جاب جون هتطلعه؟ هيقول لك نسيبه، وبالذات لو فرود، ده أنا لو فرود أسيبه في الملعب التسعين دقيقة كلها، إنما أنت بسم الله ما شاء الله بيجيب الجون في الدقيقة 57 تطلعه في الدقيقة 61، أنت بتعاقبه؟ بجد أنت بتعاقبه يعني إن هو جاب جون، ولا اللي هو طلعت هولندي ونزلت هولندي وخلاص؟ ما احنا عايزين نفهم. طيب وبعدين أنت جايب الثقة دي كلها في جافي منين؟ يعني جافي 17 سنة، الماتش فيه ضرب كتير، خد انذار بدري، تيجي مغيره؟ لا نكمل بيه لحد ما يطرد. ليه؟ ده جافي، ده اسباني، ده معاه الايزو، مش هيغلط، مش هيعمل انذار تاني خالص، مش جافي. لا 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 انا واثق في جافي. ايه؟ ايه طيب؟ يعني انا كان نفسي انك تمسك برشلونة من سنتين، ودلوقتي الحاجة الوحيدة اللي معجب بيها في فترة ادارتك في برشلونة هي الجاكيت اللي انت بتلبسها على الخط، بس بجد والله، لان مفيش حاجات منطقيه هنا في النادي خالص. يعني تقعد تبص تلاقي الناس كلها بيقول لك ايه، شوف والله تشافي عنده حق. ليه يا ابني عامل ايه؟ التغييره بتاعت لوك دي يونج دي عبقريه، لوك دي يونج سنه كبير ما ينفعش يكمل 90 دقيقه. الله، طب هو داني الفيس هو اللي بيبي؟ يعني لوك دي يونج مثلا في الثلاثينات وداني الفيس هو اللي لسه عيل صغير، وبعدين ده الفيش لعب الماتش اللي فات كامل، وبوسكيتس كان موجود الماتش اللي فات كامل، والنهارده موجودين الماتشات كامله وبسم الله ما شاء الله في الثلاثينات برضو، ولا لوك دي يونج هو اللي يعني يكتشف ان هو في الثلاثين؟ يعني مفترض فين جاب لك جون، سيبه ابدا اغير في نص الملعب اللي فيه ضرب كتير، طلع جافي. لا مش طلع جافي، انا هخلي جافي لحد ما يطرد ونلبس هدف التعادل، بعد ما كنا قاعدين نفرح ان احنا في المركز الثالث مش مقدمين كره، بنعق، نفس مشاكلنا هي ما بتتغيرش خالص، مشاكلنا البدنيه الشوط الثاني بنقع بدنيا، مشاكلنا في الكرات الثابته ما بنشتغلش على اي حاجه خالص، قلنا ماشي مركز ثالث فرحانين بيه، بس بعد الطرد وبعد ما الفرقه ما رجعت لورا كلنا كنا واثقين ان احنا نتعادل، وش على طول اول ما اضطر بتاع جافي والفرقه رجعت لورا وكره الزازولي اللي هو قطم لجوه وشاط دي طلعت بره، قلنا بس الماتش ده ما فيهوش مكسب. والمشكله كمان تير شتيجن في الاخر بيعكها وجاي يشلت، راحت خبطت في الفرود والفرود لعبها له لوب، بس تير شتيجن قدر ان هو يطلعها، اللي هو كنا هنخسر كمان. والله كنا هنخسر. يعني بدل ما انت تعمل اداره حكيمه للمباراه وتعرف تطلع بالثلاث نقط تسلكهم حرفيا، لا انت بسم الله ما شاء الله قعدت تتفرج وفي الاخر بتعترض. ليه؟ اصل انا اتلغالي جون الشوط الاول في شك. طب وبعد ما جبت الجون يعني انت ربنا كرمك وجبت جون، بقى نجيب الثاني؟ لا نرجع لورا ونرجع لورا ونستغبى كمان. يعني بسم الله ما شاء الله كليمون لانجلي نازل عشان اريك جارسيا جات له شد عضلي، علشان اريك جارسيا بيلعب ماتشات متتاليه. يعني ايريك جارسيا يجيله شد عضلي، وبوسكيتس اللي اكبر منه بكتير ما بيجيلوش شد عضلي، وداني الفيش اللي اكبر منه بكتير، مفيش وقم والله، ما في منطق في ام الفرقه دي. الفرقه دي بايعه على المنطق من فتره، حتى الجمهور الفرقه النادي مفلس ويقول لك ايه نجيب هالاند، اللي هو الوضع بصراحه يعني يشل اللي ما يتشلش يعني. بس كان نفسي انا ننهي ثالث النهار، كان نفسي بنعق وزي الزفت ومش شايفين قدامنا في الملعب، بس كان نفسي نكسب ونطلع ثالث. بس يلا واضح ان النحس والحظ السيء يفضل ملازمنا دايما. ان شاء الله خير، ان شاء الله باذن الله خير، ويتبع لنا حاجه كده في الميركاتو نقدر ان احنا نحاول نبني عليها وهم جديد او كده جديده، لان كده تشافي هو اللي هيرجع الفريق دي. اعتقد ان في شريحه كبيره جدا من جمهور برشلونه عرفت ان زيها زي غيرها، احنا حتى لوك دي يونج كنا بنتريق عليه هو اللي كسبنا اخر ماتش، والنهارده كان هيكسبنا النهارده. فبسم الله ما شاء الله على راي اخواننا الرؤيه فعلا هباب. لو عجبك الفيديو بعد كل الهباب ده اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك.